إذن عن هجمات الميليشيات على قاعدة بلد وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق واستخدام تلك الهجمات في إطار الصراع السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. سيد فايز، مرحبا بكم. يعني بحسب خلية الإعلام الأمني، تم استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاث طائرات مسيرة، على الرغم من معرفة الميليشيات التي نفذت العملية يعني أنها لن تسفر عن أي شيء ولكنها تستمر في تلك العمليات. كيف تقرأ هذا الإصرار من الميليشيات على هذه العمليات المتكررة؟ يعني بكل أولا تقرير قبل شهاديكم الكرام، يعني بكل تأكيد كلما تحصل أزمة سياسية على المغانم وعلى المكاسب وعلى السلطة وخاصة في انتخابات جديدة تجري مثل هذه الحالات، لأن ما يجري الآن في العراق منذ 2003 هو صراع ليس من أجل العراق، بل إنما صراع من أحد المناصب والمكاسب وسرقة أموال العراق وذبح أبنائهم. وبالتالي ما يجري الآن من قصف لمقرات الأحزاب هو شيء ليس بجديد، وهذا متدرج بينهم. لكن عندما تحصل تقاسم السلطات تقف هذه الاستهدافات، لانهم كسبوا الجميع حصل على غانمهم وعلى تقاسم السلطه، وبالتالي هذا شيء موقع وتنافس سياسي باعتبار ان الطرف من العمليه السياسيه خسرت الانتخاب، خسرت الشارع العراقي، لان الشارع العراقي كشف هذه الاحزاب منذ تولي الحكم بالعراق بان الاحزاب ليس جاءت من اجل العراق، بل انما جاءت من اجل الخيرات، وبالاضافه الى ولائهم الى ايران جارة السوء التي لم تشعر يوم من الايام باستقرار العراق، ولم تؤمن بالعراق دوله مستقلة تحافظ على سيادتها وكرامتها. سيد فايز، في مقابل ذلك يتم استهداف مقرات الأحزاب، هل هذا يندرج ضمن الصراع المتصاعد بين الأحزاب على تسلم المناصب في السلطة؟ بكل تأكيد، يعني هو بجري الآن هو صراع على الاستيلاء على الحكم بالعراق ما بين ما يسمى بالإطار التنسيق والتيار الصدري، بالإضافة إلى أن إيران لا تسمح بخلخلة هذه الأحزاب، بمعنى هذه أن الجميع هم في خدمة المشروع الإيراني وخدمة إيران وخدمة طموحات إيران، وفي الوقت نفسه لا توجد حكومة ذات سيادة، لأنه عندما لا توجد حكومة أو دولة ذات سيادة فبكل تأكيد العصابات المسلحة والأجنحة المسلحة والميليشيات هي تكون صاحبة القرار في العراق وفي العملية السياسية. سيد فايز، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تقول أن إلقاء قنابل يدوية على مقرات حزبية يهدد أكثر بتصاعد الصراع بين الأحزاب على السلطة. في هذا الإطار، هل العراق مقبل على ما هو أبعد من الصراع السياسي؟ هل تتوقع صراعا ربما يستخدم فيه السلاح من الأطراف المتقاتلة على السلطة؟ يعني في رأيي الشخصي كلما تخسر طرف من اي طرف من اي هذه الاطراف تأتي صراع، وفي المستقبل تكون صراعات كثيره وقويه، وقد يرجع الوضع ولم يكون يحتمل على الشعب، لن يكون الشعب العراقي يحتمل في المستقبل النزاع والقتال المستمر بين هذه الاحزاب. وبالتالي ولكن اقول بانه ايران تحاول لملمه الصف لانها لا تخسر، لا تريد ان تخسر اي من الاطراف، لان الجميع في خدمه المشروع الايراني وطموحات ايران في العراق والمنطقه. بنظرة استشرافية شيخ فائز، إذا كانت ميليشيات الإطار التنسيقي تقوم بالضغط على مقتدى الصدر عبر الهجمات كما تقول مجموعة الأزمات الدولية، هل سيرضخ مقتدى الصدر؟ هل سيرضخ التيار الصدري أم سيصعد بدوره إزاء هذه الهجمات المتكررة؟ أنا أعتقد بأن التيار الصدري
التيار الصدري لا ثقة فيه في المستقبل، لأن التيار الصدري لا يختلف عن بقية هذه الأحزاب وهذه المكونات المشتركة بالعملية السياسية، بل إنما هناك ضحك على الذقون ومحاولة الاكتساب على عقب الشعب العراقي، إنما الصدر لا يختلف عن بقية الأطراف، وقد تكون في المرحلة القادمة صراعات قوية لديهم، ولكن بالتالي ستحافظ إيران على أدابها وتحاول لمنبة الأطراف تتصب بين هذه الأحزاب الكتل إن كانت شيعية أو كانت سنية. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.